وفي بيت لحم خرج أبناء المدينة في مسيرة شعبية تحت شعار طرقوا أبواب القدس إحياء ليوم الأرض، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية. الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية أكد أن المقاومة الشعبية هي الطريق الوحيد للخلاص من الاحتلال، مشيرا إلى أن يوم الأرض ليس مقصورا على يوم 30 آذار، بل إن كل أيام الشعب الفلسطيني هي يوم الأرض. وخلال المسيرة قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بحالات اختناق.